الناس معتقده ان انا ممثل كاركترات. لا لا خالص، انا يعني لو الموضوع يستدعي كاركتر مرسوم كاريكاتيري قوي زي فزاع مثلا، اه هعمله كده. انما لو الورق مش محتاج كده، هو انسان طبيعي ولكن له جوانب يعني تقدر تستغلها، موجود عملت من ده، عنده بساطه وسطحيه وسذاجه وغلبان جدا وكل حاجه بالنسبه له هي اول مره، يعني هو مندهش طول الوقت وسعيد طول الوقت واول مره يشوف الحاجات دي كلها. فهو نموذج لشباب كتير طبعا، بس ده الجانب الكاريكاتيري ليهم، لكن هم يبدو عليهم ان هم في الحقيقه لما تشوفهم تفتكروا بني ادم فاهم وواعي، لكن هو عيني غلبان يضحك عليه بكلمتين. فهو النماذج دي موجوده في حياتنا كتير جدا، بس طبعا انا اظهرت الجانب اللي هو الكاريكاتيري بتاعه، ان هو سطحي جدا واساسي جدا ومندفع ورا كل حاجه وغلبان، طفل طفل جدا وفاضي بقى، ما حققش حاجه في الحياه. فاشتغلت على هذا الجانب الانساني، وطبعا طول الوقت لا حالق دقنه ولا حاجه، وبعدين لما ربوا دقنهم كلهم قام ربي دقنه معاهم، يعني هو ما فيش، هو مع الموضوع كله. طبعا بالنسبه له مراته دي كان يعني هو طول الوقت نفسه بس انه يحس انه اتجوزها، هو طبعا مدياله على دماغه طول الوقت وهو ولا شم منها حاجه. فهو طول الوقت اول بس ما تحن عليه بكلمتين يبقى نفسه خلاص يلا نتجوز بقى. فهو دي الفكره، ان هو غلبان مش فاهم حاجه خالص، وعشان كده كان مغيب، وعشان كده بدا يقربوا منه الامير، وعشان كده بدا يعني ده نموذج برضو بنطرح منه، ان طول كل ما كنت غبي اكتر كل ما بنقدر نستقطبك ونضحك عليك اسهل. يعني هي دي الفكره كان الشخصيه بتقولها، وكنت بوصل وجهه النظر دي طول الوقت من تمثيلي جوه الشخصيه. انما هو في المواقف العاديه مع الناس لا، انسان عادي جدا يعني، كان قاعد في نادي ورايح يتفسح يعني، هو فرحان بالجو العام، لكن ولا هو له فكر ولا وجهه نظر، وكان ده لازم يبان طول الوقت.